العاشرة والنصف نشرة الأخبار مباشرة من قناة العيون، أهلا ومرحبا بكم. في خبر توصلنا به منذ لحظات، أفادت مصادر متطابقة من مخيمات تندوف بفرار ابن المدعو محمد الأمين ود البهاري إلى الجزائر بعد اغتصابه لعدة فتيات قاصرات ينتمين إلى عدة عائلات. وتفيد ذات المصادر أن المدعو ولد البهالي قام بتهريب ابنه وإخفائه عن الأنظار خوفا من انتقام عائلات الضحايا. ولنا عودة إلى تفاصيل أوفى عن هذا الخبر في سياق نشراتنا اللاحقة. ننتقل إلى موضوع آخر، حيث جدد الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند التأكيد على أن فرنسا تدعم حلا متفاوضا بشأنه ومقبولا لدى جميع الأطراف لقضية الصحراء وفقا للقرارات والمعايير التي حددها بشكل واضح مجلس الأمن. وأضاف أولاند أن الواقعية وروح التوافق من شأنهما أن يمكنا من التوصل إلى حل سياسي لهذا النزاع الذي طال أمده. وأكد الرئيس الفرنسي أن فرنسا واعية تماما بالرهان الذي تمثله قضية الصحراء بالنسبة للسكان المعنيين سواء بالنسبة للمغرب أو الجزائر، وهي تدعم حلا متفاوضا بشأنه ومقبولا لدى جميع الأطراف. تنمويا، تشهد مدينة العيون ميلاد أوراش تنموية مهمة يتم إنجازها حاليا، ومن شأنها أن تنهض بواقع العمران والتنمية بهذا الإقليم. مشاريع تتطلب مواكبة عمرانية من طرف الساكنة المتواجدة قبالة هذه المشاريع. المجلس البلدي بالعيون أحد الفاعلين الأساسيين في هذه الأوراش، يهيب في بلاغ توصلت القناة بنسخة منه لكافة المواطنين ضرورة الانسجام مع التطور الحاصل والنموذج من ساحة أم السعد وشارع السمارة في روبورتاج سالك رحال ونيمة المغيفري. الأشغال على قدم وساق بساحة أم السعد بالعيون، هذا الفضاء الفسيح الذي ينتظر أن يحتضن أكبر المسارح في الجهات الجنوبية الثلاثة، بالإضافة إلى فضاء كبير للمؤتمرات وساحات مختلفة. أشغال تهيئة شاملة تهم أيضا توسيع المسالك المحيطة بها، وحتى يكون المكان ونسقه المعماري في المستوى المطلوب، المجلس البلدي للعيون يهيب في بلاغ شامل بكافة المجاورين لهذه الساحة بناء عقاراتهم وإصلاح واجهات المنازل بعد حيازة التراخيص اللازمة وأداء المستحقات للجماعة والإسراع بالربط بالشبكات تحت أرضية. المجلس البلدي يؤكد أن التراخيص لن تتم بعد إنجاز الأشغال بهذه الساحة المتميزة. شارع السمارة هو الآخر تنجز به حاليا إعادة تهيئات شاملة، مما يستدعي بحسب المجلس البلدي دائما بناء وإصلاح المنازل والعقارات في انتظار أن تكون واجهات العقارات المطلة على هذا الشارع الكبير في مستوى ما يشهده من تهيئة مهمة. الأمر نفسه ينطبق على تجزئة الأمل شطر 1 و2 و3 وتجزئة 707، وذلك مواكبة للتنمية العمرانية الكبيرة والجمالية التي ينتظر أن تتحقق بأهم معالم مدينة العيون. إلى بوجدور، حيث نظم الملتقى الثالث حول التربية الصحية والغذائية، وذلك أيام 14، 15، و16 من الشهر الجاري. الملتقى يسعى إلى التحسيس بالتربية الصحية والغذائية لفائدة ساكنة المدينة وخاصة الفئات المعوزة منها، مناسبة قدمت العون والنصح لعشرات المرضى والمصابين بداء السكري والضغط الدموي. سلك زبير ومحمد شارع. الملتقى الثالث حول التربية الصحية والغذائية ببوجدور جاء في إطار التحسيس بهذه التربية لفائدة الساكنة وخاصة الفئات المعوزة منها، مناسبة تأتي من أجل إسداء النصح في مجال التغذية السليمة للتخفيف من بعض الأمراض المزمنة. العشرات من مرضى السكري والضغط الدموي استفادوا من الملتقى الصحي والغذائي، حيث اطلعوا على كافة النصائح المرتبطة بالحمية الغذائية. كنحاولوا انه نشوفوا شنو هي المشاكل اللي كيتلقاوها خاصه اللي كتعيقهم، خاصه انهم باش يتبعوا النصائح اللي كان كيعطيهم الطبيب ديالهم في اطار الحميه اللي خصهم يتبعوه، ولا في اطار الدواء بحال خصهم يتبعوه. دونك كنحاولوا نقادوا لهم ولا نحاولوا نبينوا نعلموهم المهارات باش
باش حاجه يقدروا يتحكموا في المرض ديالهم. على هامش فعاليات الملتقى الثالث للصحه والتغذيه اللي تنظم ايام 14 و15 و16 دو جنبير. اليوم كان اليوم الثالث من هذا الملتقى واللي خصصناه لقياس نسبه سكر الدم الفائده ساكنه بوجدور، وقد استفاد من هذه العمليه تقريبا شي 160 مستفيد ومستفيده. مرضى السكري والضغط الدموي استفادوا كذلك من التمارين الخاصة بالرياضة والرشاقة والتي تمارس للتقليل من مخاطر هذه الأنواع المرضية. معطرة متخصصة في مجال التربية الصحية والرياضية استقدمت لإفادة عدد هام من النساء المصابات بمرض السكري والضغط الدموي. سولناهم لقيناهم بانهم فعلا كيمارسوا الرياضه من السنه اللي فاتت من الملتقى الثاني لحد الساعه، نقصوا في الوزن، ارتاحوا في حياتهم كما وصلنا لهم. وهذا الملتقى الثالث حتى هو اعطى الكثير، استفدوا الناس ديال مرضى السكري بجهاز ضغط، قياس السكر في الدم، استفدوا من نصائح طبيه. والحمد لله جاوا عاودوا لنا على داك الشيء تاع التغذيه، ورونا اش اللي غادي نتبعوا على السكر، ورونا كيفاش نديروا الرياضه كاع اللي بغينا نستعملوها في ديورنا، وعطونا واحد النصائح بزاف على السمنه. ملتقى صحي وغذائي يسعى الى تكريس وعي ساكنه بوجدور بالظواهر المرتبطه بالتربيه الصحيه والغذائيه. مناسبه اكدت ايضا على اهميه الوقوف الى جانب مختلف الشرائح الاجتماعيه وخاصه المعوزه منها، وذلك من اجل التنبه الى الوقايه من الامراض المزمنه الاكثر شيوعا بمجتمعنا الصحراوي. إلى الداخل، حيث تنظم الوكالة الوطنية للتنمية على تربية الأحياء المائية بشراكة مع المكتب الخاص بالدراسات كفخ بيش ورشة حول أفاق تنمية تربية الأحياء المائية في خليج الداخل. الورشة التي حضرها فاعلون ومتدخلون في هذا المجال إلى جانب رؤساء المصالح الخارجية وشخصيات مدنية وعسكرية عرفت تناول السبل الكفيلة بتطوير تربية الأحياء البحرية وتقديم دراسات وتجارب مقارنة في هذا المجال. المزيد رفقة غالي القرحي ومحمد مشنا. أهمية قطاع تربية الأحياء المائية في إنتاج الأسماك والمنتوجات البحرية الأخرى وضرورة تدبير وتطوير هذا القطاع على مستوى خليج الداخلة محاور تناولها المتدخلون خلال هذه الورشة. خبراء أجانب في هذا المجال استعرضوا منهجية إعداد تصميم تهيئة لتربية الأحياء البحرية، كما تناولوا بعض التجارب الناجحة لبعض البلدان مثل إسبانيا وفرنسا في هذا المجال. لقد لمسنا في جهة الداخل إمكانيات طبيعية مهمة في مجال الأحياء المائية، ونحن بهذه الظروف الطبيعية نفكر في الاستثمار الأمثل، لأن لدينا تجربة في منطقة الأندلس في إسبانيا، ونحن نحاول التنسيق في هذا المجال من أجل الاستثمار الأفضل بهذه الجهة. إمكانيات ومؤهلات خليج الداخل الطبيعية والبيئية كانت محل إشادة من المتدخلين باعتباره منطقة مناسبة لجذب استثمارات أكبر في تربية الأحياء المائية. وتأتي الورشة لتوسيع النقاش بين مختلف المتدخلين في القطاع لتبادل الخبرات والمعلومات لاعتماد مقاربة تشاركية وإعداد تصور لتصميم تهيئة تربية الأحياء المائية بخليج الداخل. في حالتي لتعاون المصالح الثانية غادي ينجح ويمشي بعيد وبال أكثر، لأنه احنا ما كنتمناوش نبقاو دايرين غير مختصين غير في ليزويتر بوحدو، عاد كاينين بزاف ديال الحوايج اللي كناس اللي داخلين في هذا الميدان منها نستافدوا احنا ويستافدوا حتى الناس الثانيين باش ندوزوا، لأنه ملي كتشوف المشكلة اللي كتكون وهو ملي كيدير واحد ليزويتر كاع الناس كتبغي دير معاه ليزويتر، حنا يستافدوا معنا بالنسبة لليزويتر، ولكن ديروا مسائل ثانية كالبوالورد كالليمول ك يعني الكروفات. هذا الورش فرصة لتطبيق مقاربة تشاركية قد نجحت في بعض البلدان بالخارج والتي يقوم بها حاليا الباحثون الذين يقومون بدراسة للوكالة. نقوم بتطبيق هذه المقارنة التشاركية بمنطقة الدخلة. وتجدر الإشارة إلى أن النجاح الكبير الذي حققته التجارب في تربية الأحياء المائية من خلال تزويد الأسواق بكميات وافرة من المنتجات البحرية دعت إلى النهوض بهذا القطاع لتحقيق تنمية مستدامة في مجال الصيد البحري. نبقى مع قطاع الصيد البحري، حيث
توقفت معامل تصبير الصدفيات عن تصدير منتجاتها إلى الخارج بقرار من المصلحة المعنية بالسلامة الغذائية بالداخل، قرار يهدد شركات أصحاب المعامل بالشركات الأجنبية وكذا العاملين داخل هاته المعامل. المزيد مع محمد تروزي ومحمد يدس. سكون يعم معامل تصدير الصدفيات منذ نحو النصف العام بعدما تم توقيف تصديرها إلى الخارج بقرار من المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية. عشرة الأطنان من الصدفيات ينتظر أصحابها الفرج من أجل تصديرها إلى شركات أجنبية بعدما اتبعوا كافة الإجراءات القانونية والطبية، لكن التوقيف جاء بدون أي مبرر معقول كما يقول أصحاب المعامل. عندنا تحاليل زاناليس كاملين مزيانين، لو ستوك عندنا ملان تقريبا 100 طن وزياده، والمشكل اللي حصلنا فيه عن لي فورنيسور والبحريه ما فاتوا خلصوا لحد الساعه مده 6 شهر، وزياده على المصاريف كنخلصوا لو ستوك في الفريغو ديال الكونجيلاسيون كنخلصوا مصاريف تقريبا شي 20 درهم في كل شهر. الرساله بشكل مختصر هي منين هي المشكله يعطيهم حلوهم، لان هي مشكلتنا نحن، مشكلتهم هما، ونحن جاينا ديسمبر لان ان كومباني جديده وترتب عليها توقيف 700 عامل من غير العمال اللي يخدموا في الشرايك، وهذا ترتب لنا احنا مولي على مصاريف كبيره اللي نخلصوا كل شهر الخسائر اللي تترتب عن 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 ستوكاج ديال 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 السلع. اتخذوا كافه الاجراءات من اجل تصدير الصدفيات وخرج القرار بالتوقيف، وخرج معه اصحاب السلع من بوابه السكوت الى التصريح من اجل توضيح اخطاء المعنيين بهذا القرار كما يقولون وتداركه، بالرغم من ان ثقه الشركات الاجنبيه تعتمد على هذه الصفقه قبل التعاقد في الصفقات القادمه بحسب ممثلي معامل الصدفيات. في إطار الأنشطة الجمعوية التي يعرفها إقليم بوجدور وفي إطار انفتاحها على كافة ربوع المملكة، نظمت جمعية الزاوية الخضراء للتربية والثقافة وبتنسيق مع جمعية وين مذكور للثقافة والتنمية نشاطا خيريا تم من خلاله توزيع عدد من الأغطية الشتوية وبعض المواد الغذائية لفائدة الأسر المعوزة. العملية أشرف على انطلاقتها عامل الإقليم بريجينا العروسي ومحمد شارع. سنة سنوية دأبت على تنظيمها جمعية الزاوية الخضراء للتربية والثقافة خلال هذه الفترة من كل سنة بمدينة بوجدور لتقريب خدمتها الاجتماعية من النساء الأرامل والأشخاص المسنين وذوي الاحتياجات الخاصة من خلال توزيع الأغطية الشتوية وبعض المواد الغذائية، عمل إنساني أشرف على انطلاقته عامل الإقليم مرفوقا بشخصيات مدنية وعسكرية. الهدف من وجود هذا إعانة الفقراء والمساكين والمعوزين، واليوم ولله الحمد سنوزع غطايا الشتوية وكذلك الطحين والسكر والزيت، لأننا نحن في المجتمع المدني وفي جمعية الزاوية الخضراء للتربية والثقافة موقفنا وهو الأخذ بيد الضعفاء والمساكن. مستقبلين اليوم حدث جميل وعظيم يتجسد في هذه المساعدات اللي تقسم على الناس، على المحتاجين، معاقين، أيتام، أرامل، عجزة، كذلك مطلقات. الجمعية ديال المحسنين، ديال الناس اللي كترافق بالناس المحسنين اللي ما عندهم والو وداك الشيء، وكتشوف من هاد الناس اللي الفقراء والضعفاء وداك الشيء، وهاد الجمعية كنشكروها بزاف. كنشكر هاد الناس كاع اللي الحمد لله تعاونوا معنا وعاونونا، الله يجزيهم فيهم بخير. وتأتي هذه المبادرة في إطار الأنشطة الإحسانية والتضامنية والتكافلية التي سطرتها الجمعية، والتي تهدف إلى إدخال أجواء الفرحة على قلوب المعوزين ورسم البسمة على شفاههم وكذا الرقي بقيم التضامن والتآزر وإكرام المحتاجين. واعترافا بأهمية هذه البادرة الإنسانية، تم تكريم بعض الفعاليات الجمعوية التي ساهمت في إنجاح هذا العمل الخيري. في الشأن التعليمي، احتج اليوم بقليميم عدد من نساء ورجال التعليم مطالبين بإحقاق مجموعة من المطالب الإدارية والاجتماعية
وقفة تأتي متزامنة مع انعقاد أشغال المجلس الإداري للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة إقليمي مسمارة التي ترأسها وزير التربية الوطنية حافظ محضار ومحمد بعيرس. وسط سيل من احتجاجات نساء ورجال تعليم استقبل السيد وزير التربية الوطنية في طريقه لأشغال المجلس الإداري للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين أشغال دارت في جلسة مغلقة تخللها لقاء مع بعض الهيئات النقابية الأكثر تمثيلية لتدارس العديد من الملفات المطلبية. هذا الحوار تمحور حول النقاط التالية: التعويضات عن المناطق النائية، الملف الاجتماعي فيما يخص خصوصا مشكل الأستاذات الخمس المعتصمات منذ ما يقرب عن شهرين. النقطة الثالثة هو إمكانية فتح فرع للتعاضدية العامة للتربية الوطنية بمقر الجهة. كاين نقطة أخرى مرتبطة هذا الجانب الاجتماعي هي الاستفادة من خدمات مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية. طالبنا السيد الوزير ب يعني تعيين المزيد من الخريجين لكي يتسنى للأكاديمية، يعني إدخال من هم قضوا سنوات يعني كثيرة خصوصا في طاطا وفي أسا وفي مناطق نائية تابعة لإقليم إقليمي. كاين نقطة هي الامتحانات المهنية. طالبنا السيد الوزير بالتدخل لجعل مقر الجهة يحتوي على مراكز لهذه الفئات التي تضطر إلى السفر لمدن بعيدة. طالبنا السيد الوزير أخذ من الاعتبار الملف المطلبي ديال الإدارة التربوية. السيد الوزير أبدى تفهما كبيرا ووعدنا بحلها يعني بنسبة كبيرة جدا. مطالب إذن تنتظر هذه الفئات أن تجد طريقها إلى التسوية، وفي انتظار ذلك تبقى هذه الخرجات الاحتجاجية وسيلة للتعبير والتذكير بالحاجيات الأساسية لأسرة التربية والتكوين. نبقى مع الشأنية التربوية دائما، حيث شكلت الطاقات البديلة موضوع الأيام التربوية التي نظمتها إحدى المؤسسات التعليمية بالطنطانة أنشطة تأتي للتوعية والتحسيس خاصة لدى المتعلمين بأهمية هذه الطاقات المتجددة. عودة مع حافظ محضار لكن هذه المرة بكاميرا عبد الرحيم حاجي. الطاقة المتجددة في خدمة التنمية شعار اختاره أطر وتلاميذ هذه المؤسسة التعليمية لإحياء فقرات وأنشطة تربوية ذات صبغة علمية، تظاهرة فسحت المجال أمام تلاميذ المؤسسة لإبراز قدراتهم في مجال الابتكار تبعا لما تمت مراكمته من معارف علمية. قمنا بأخذ عينة من لوح حرارية الكهربائية وقمنا بربطها على التوازي لكي تعطينا الطاقة الكهربائية، وأخذنا مروحة وربطناها معها وتم إنتاج حول وأنتجت لنا طاقة كهربائية وتم ودارت المروحة. قمنا بتجربة على تجدد الطاقة، أخذنا واحد المروحة وواحد الخلية كهربائية، قمنا بهذه التجربة وعلى تجدد الطاقة والتجربة نجحت. تقدمنا بأنشطة تطبيقية ورشات إضافة إلى عروض. عروض تحدثنا فيها في الأيام الأولى عن تعريف الطاقة وأنواع الطاقات المتجددة، إضافة إلى ورشة كما شاهدتم ورشة للطاقة الشمسية والطاقة الريحية. هذه التظاهرة العلمية تسعى إلى تحسيس المتعلمين بأهمية الطاقات المتجددة في عالم اليوم. الغرض من هذه الأيام هو أن نشجع التلاميذ على الاهتمام بالمواد العلمية والاهتمام بالموارد الطاقية والتعرف على ما هو موجود أولا في الطاقة من الموارد الطاقة في بلادنا. تظاهرة علمية أتاحت المتعلمين فرصة الكشف عن طاقاتهم الإبداعية في مجال العلوم والطاقات المتجددة خصوصا، والتي تعد بديلا استراتيجيا لمواجهة الاستنزاف المفرط للموارد الطبيعية.
وفيما يلي يستعرض لنا الزميل محمد لمين الجارح آخر مستجدات الأقاليم الجنوبية من خلال الصحف الوطنية الصادرة يوم غد الجمعة إن شاء الله. نستهل قراءتنا بجديد الصحف الصادرة يوم غد الجمعة من يومية المغربية التي كتبت بأن الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند أكد من الجزائر حيث يقوم بزيارة إلى هناك بأن الموقف الفرنسي من قضية الصحراء يتمثل في دعم فرنسا جميع الأطراف من أجل تسوية هذه القضية وفق قرارات مجلس الأمن وفي إطار التوافق والتزام الواقعية التي من شأنها الدفع في اتجاه حل تفاوضي سياسي مقبول من طرف الجميع. وأضافت المغربية بأن الرئيس الفرنسي قال في حوار مشترك أجراه مع جريدتي الوطن والخبر الجزائريتين في معرض جوابه عن سؤال حول موقف فرنسا الداعم للمغرب في قضية الصحراء إن فرنسا تدرك تماما التحدي الذي تمثله مسألة الصحراء بالنسبة للسكان المعنيين وللمغرب والجزائر أيضا وهي تساند الحل التفاوضي والمقبول من جميع الأطراف وفق القرارات والثوابت التي حددها مجلس الأمن بشكل واضح. وأضاف الرئيس الفرنسي يجب أن تسمح الواقعية وروح التسوية بالوصول إلى حل سياسي لهذا النزاع الذي طال أمده وفرنسا على استعداد لمساعدة كل الأطراف من أجل التقدم نحو حل لهذه المسألة. يومية الأخبار عادت في عددها الصادر يوم غد الجمعة لتؤكد أن الجمعية العامة للأمم المتحدة أعلنت عن دعمها لمسلسل المفاوضات بين المغرب والبوليساريو في ملف الصحراء وأكدت في قرار لها صدر أول يوم أمس الثلاثاء على أهمية التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول من لدن الأطراف. وأضافت الأخبار بأن الهيئة الأممية دعت الأطراف إلى الاستمرار في التأكيد على الإرادة السياسية والعمل على إيجاد مناخ ملائم للحوار من أجل الدخول بحسن نية ودون شروط مسبقة. ومن يومية المساء نختم جولتنا الصحفية عبر جديد الصحف الصادر يوم غد الجمعة حيث كتبت في ملحقها اقتصاد بأن جولة ثانية من المفاوضات بين المغرب والاتحاد الأوروبي عقدت يوم أمس الأربعاء واليوم الخميس ببروكسل من أجل التوصل إلى بروتوكول شراكة جديد في قطاع الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي. وذكرت المساء بأن الجولة الأولى من هذه المفاوضات عقدت في شهر نوفمبر الماضي بالرباط بعد سلسلة من الاجتماعات الاستكشافية مكنت من تحديد ملامح هذه الاتفاقية الجديدة. واتفق المغرب والاتحاد الأوروبي خلال هذه الاجتماعات على ضرورة أن يضمن بروتوكول الشراكة الجديد في قطاع الصيد البحري الحفاظ والاستغلال المستدام والمسؤول للموارد السمكية في المملكة. واليوم والآن نصل للفقرة اليومية الخاصة بأحوال الطقس بأقاليمنا الجنوبية ليوم غد الجمعة إن شاء الله حيث يرتقب مرور سحب من الأجواء العليا شمال أقاليمنا الجنوبية الرياح ستهب من القطاع الشرقي ضعيفة درجة الحرارة الدنيا ستتراوح ما بين 8 درجات بالزاك و17 درجة بكل من الداخلة والجويرة في حين ستتراوح درجة الحرارة العليا ما بين 30 درجة بالداخلة و23 درجة بكل من آسا والزاك. حالة البحر بالواجهة الأطلسية سيكون البحر هائج ما بين القنيطرة وطنطان وقليل هيجان إلى هائج ما بين طنطان ونواكشوط. شروق الشمس بمدينة العيون غدا إن شاء الله سيكون على الساعة 7:43 دقيقة أما الغروب فسيكون في حدود الساعة 6 إن شاء الله. درجات الحرارة ببعض المدن المجاورة لبلادنا 31 درجة بنواكشوط 31 درجة بنواديبو 22 درجة بتندوف 23 درجة بالربوني مع تسجيل 22 درجة بالعاصمة الرباط. في ختام هذه النشرة المباشرة نذكركم مشاهدينا الكرام أنه يمكن لمن فاتت متابعة نشرة الأخبار الأيام الثلاثة الماضية متابعتها على موقعنا على الانترنت كما يمكنكم متابعة البث الحي لقناة العيون وإذاعتي العيون والداخل الجهويتين من خلال زيارتكم لموقع المجلس الملكي لاستشاري الشؤون الصحراوية www.podcast.com. كما يمكنكم متابعة نشرات الأخبار وجديد البرامج عبر الآيفون وهاتف أندرويد وذلك لتحميل التطبيق المجاني لقناة العيون على الأبل ستور وجوجل بلاي. كما تلتقون غدا مع إعادة لهذه النشرة على قناة المغربية على الساعة 4:15. نقول إليكم تحيات الطاقمين التقني
والصحفية المشرفين على هذه النشرة. شكرا على تابع المتابعة والملتقى بحرية.